ده محمد علي بن رمضان، لعيب كان بيشارك من يومين كجناح مع فريقه المجري في دوري ابطال اوروبا، وقبلها كان بيشارك كنص ملعب مع نادي الترجي، وكان بيأدي بروح عالية جدا تشبه لروح الفانيلا الحمراء. بدري هذا برمضان شان النار. لعيب مارسيل كولر صمم على التعاقد معاه، فيا ترى ايه السر اللي خلى كولر متمسك بيه؟ ايه بروفايل الراجل ده؟ وهيلعب اساسي على حساب مين في النادي الاهلي؟ وايه هي مميزاته؟ وقدم ايه في الموسم الاخير؟ ده اللي ان شاء الله هنتكلم عنه النهارده، لكن بعد ما تعمل لك كوبايه شاي او تجيب موج نسكافيه، لان في كلام مهم جدا هيتقال هتعرف من خلاله كل حاجه عن الراجل ده. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. محمد علي بن رمضان بيلعب في نادي فرنتس فروشيه المجري، عمره حاليا 24 سنة، وحط تحتها خط او اتنين عشان هنرجع لها بعد شوية. وعشان تبقى متخيله اكتر هو قد مين من لعبة النادي الاهلي، فهو في نفس سن مصطفى شوبير واكبر بسنة واحدة من احمد نبيل كوكا وكريم الدبيس. قيمته التسويقية 2.5 مليون يورو، مركزه الاصل نص ملعب رقم 8، ولكن في بعض الاوقات كان بيشارك في مركز الجناح، بيلعب بالرجل اليمين ولكن برضه بيعرف يستخدم الشمال، بيعرف يسدد بيها بشكل قوي جدا، ولو اكتر من هدف سجله بالرجل الشمال. تعال بقى نبدا بليه مارسيل كولر اصر على محمد علي بن رمضان. اولا هو لاعب عنده تكامل بشكل كبير جدا، سواء من الناحيه الفنيه اللي هنتكلم عنها بعد شويه، وسواء كمان كشخصيه. يعني هو لاعب متربي في نادي الترجي، نادي جماهيري بينافس على كل البطولات، وبالفعل فاز معاهم قبل كده بالدوري 4 مرات. يعني تقريبا لما كان موجود كان كل سنه بيكسب الدوري مع الترجي، فاز كمان بالسوبر مرتين وبدوري ابطال افريقيا مرتين، بل وكمان كان ليه دور مهم جدا في فوز الترجي بالبطولات دي. محمد علي بن رمضان التصوير. اما بقى تاني نقطة، ان هو راجل برغم سنه الصغير الا انه لعيب دولي، وشارك مع منتخب تونس في 39 مباراة، وكمان كان واحد من العناصر الاساسية لمنتخب تونس. النقطة الثالثة بقى هي احترافه، وان هو راجل برضو اكتسب بعض الخبرات لكونه بيشارك على سبيل المثال في دوري ابطال اوروبا. ثلاث نقاط مهمة جدا بتتقل محمد علي بن رمضان وبتخليه رغم ان عنده 24 سنة الا ان هو لعيب كبير ولعيب خبرة. تعال بقى نروح لمميزات الراجل ده، اللي اهمها ان هو بسم الله ما شاء الله راجل بيقدر يدافع ويهاجم، يعني يقدر يكون ديفندر ويقطع بشكل قوي جدا، وفي نفس الوقت يكمل لقدام ويراوغ ويقدم بعض الحلول. ولعيب كمان قراراته في الملعب في الغالب بتكون صح، يعني من الناس اللي بتقدر انها تلعب بمثالية، زي ما انت شايف مثلا هنا قدم اداء مثالي بداية من الانطلاقة، وانه جري بسرعة كبيرة سيطر على الكرة، وبعدها لعب بجماعية وبشكل ايجابي ومرر الكرة لزميله، وبعدها كمان ما وقفش، وزي ما انت شايف الراجل بيتحرك في المساحة بشكل جيد، ولو كانت الكرة اتلعبت له تاني كان هيروح انفراد. لعيب كمان من مميزاته انه ما شاء الله جماعي ومش فردي، ومش بيفكر في الاستعراض والترقيص. هو اول حاجة بيعملها لما بيستلم الكرة انه يرفع عينه ويبص على الملعب ويشوف بشكل كويس، زي ما انت شايف هنا بيرفع عينه عشان يشوف الملعب كويس، وهنا بيرفع عينه بعد ما عمل ترقيصة عشان يفتح الملعب لنفسه مش عشان يستعرض، وبعدها لعبها بدقة عالية جدا لزميله، وهنا كمان اول ما استلم بيرفع عينه وبيوصل المهاجم انفراد. اما بقى في الحالة اللي جاية دي، رغم انها موقف لعيبة كتيرة ممكن تفكر في الواحد على واحد او في انها ترقص، لكنه برضو رفع عينه في السريع وبعدها لعب عرضية بالمسطرة على راس المهاجم. لعيب دايما عملي ومنتج في الملعب، وكمان ما شاء الله بيقدر يشد الفريق لقدام بشكل سريع جدا. واسرع اهداف المباراة هذا بن رمضان الفنان بن رمضان. من مميزات بن رمضان كمان ان هو راجل بسم الله ما شاء الله عليه مميز جدا في التسديد، من الناس القليلة اللي بيسدد بشكل قوي وفي نفس الوقت بشكل فيه نوع من الاتقان، عشان كده دايما لما بس بيعدل الكرة وبيتعزم الكرة بتروح بشكل كويس جدا، يعني لو مش هدف
فبتبقى في العارضة او بتبقى قريبة من المرمى مش من الناس اللي بتسدد في المدرجات. وبناء على الميزة دي فهو طبعا المتخصص الاول للضربات الثابتة، سواء في الترجي لعب فاولات بشكل مميز جدا وضربات جزاء، وسواء كمان مع فريقه الحالي ان هو برضو متخصص الضربات الثابتة وبيسدد ضربات الجزاء بشكل كويس. بن رمضان، بعد ما عرفنا بقى البروفايل بتاع بن رمضان وعرفنا مميزاته والراجل ده ايه اهم الحاجات الايجابيه عنده، تعالى بقى دلوقتي نروح لسؤال مهم جدا، هيلعب فين في النادي الاهلي على حساب مين، او كولر هيعتمد عليه ازاي. خليني اقول لك ان مارسيل كولر في الغالب هيلعب بمثلث في نص الملعب، عباره عن لاعب رقم 6 قدامه 2-8، اللي هو في الغالب هيبقى مروان عطيه على يمينه وشماله بن رمضان وامام عاشور. وطبعا هيتم الاعتماد على بن رمضان في حته ان هو ينقل الفريق لقدام او يعمل التحول الهجومي، ينقل الكره من الخلف للامام بشكل سهل زي ما هو دايما متعود. تعال بقى دلوقتي نروح لارقام محمد علي بن رمضان، الراجل اللي زي ما قلت لك لعب مع منتخب تونس 39 مباراة، ساهم باربع اهداف، سجل 2 وصنع 2. اما بقى مع نادي الترجي فلعب 143 مباراة، قدر ان هو يساهم ب 40 هدف، سجل 34 وصنع 6. اما بقى مع الفريق المجري فلعب 43 مباراة وساهم ب 12 هدف، سجل 8 وصنع 4. كانوا عبارة عن 40 مباراة الموسم الماضي، سجل فيهم هدفين وصنع 8. اما بقى الموسم الحالي فلعب 3 ماتشات ما شاء الله سجل هدفين. اخيرا ده كده كان استعراض لمحمد علي بن رمضان وللصفقة، ويعني مراجعة للراجل ده. هستناك انت بقى تقولي تديله كم من 10 في التعليقات، وتقولي رأيك في بن رمضان، تتوقع نجاحه ولا لا. وما تنساش كمان تعمل لايك، تعمل سبسكرايب على اليوتيوب وتفعل الجرس، واشوفك في فيديو جديد. وبن رمضان كما شرت العادة يا السادة يستشرف الزمالك، سجل فيه أحمد فهيد.